يقول المطبخ هذا لفقرة الطبخ بس. لفقرة الطبخ مو بيقول الجميري اليوم. والله لا تسبب. مين اليوم في المطبخ؟ ها؟ رجع الثلاجة الثانية. خلاص. خلاص شيخ. يلا ابو ثقل. يا ما تغدى، خلينا نسوي الغدا. ما تغديت؟ لا. ايش تبي بس؟ ردوا الاغراض. ردوا الاغراض، ترى قافة عدد تقفلونها. هم وش مقفل؟ وش مقفل همك؟ مقطوعة ايديك ولا رجلك؟ والحمد لله. يا ما تغدى يا رجال. من اللي؟ معصمة سعيد. مضغوط بيت. مضغوط بيت. نزين طبخك انت. طبخك اجلس له ساعتين. وبتجينا في هم الحين زايد. تبي شاهي؟ اي لا لا ما يبي ما يبي ما يبي ما يبي لا 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 ناصر لا خل رجال يشتغل مالكم دخل فيه يا اخي وين الشاهي حق على قلك ابو ثقل شوي لا انت وليه اشرح عليك ايش تشرع عليه؟ ليش تشرع عليه؟ تعرف لي لك خوان ولا انت اليوم جيب 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 السكر شوف السكر اللي هنا جيبه سكر جيبه طيب ايش باقي؟ خلاص شوف انا بضبط الشاهي كم كوب؟ ترى قافله يا ناصر ناصر ترى لا تخليني اخربها معك وانت غالي وانت ايش سويت انا؟ سويت انا؟ حسيت اني سرقت انا الصحن اللي بين ايدي سرقت انا ها؟ سرقت انا ها؟ مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين وسهلا والمهلي ما يولي مرحبا بقدوم خلي العب لا 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 ودي الشاي ناصر ترى بجيب العيد فيك عرفت؟ يلا انا عارف ايش وش قلت انا؟ ناوي لك على وحه بس ناوي لك على نية بس انت اصبر شوية اذا ما عليك سلطان سلطان يلي للشجاعة تردى تردى تعدى الله نعم اقسم بالله يا ريجين ان الرجال ذا لو منه اثنين كان صاروا ثلاثة لو منه اثنين في البرنامج اوه تهديد اوه تهديد سوى شوى تهديد سوى شوى سلاح ابيض خد ما اقدر ما اقدر هذا هو ابو سلطان محذره ها خلوني اصلي غدا العيال والله العيال هم تغدون يا اخي نبغى شيله ناصر تراك ناوي لك على نايف ناصر تراك ناوي لك على بلا لكن تخلي لا تجي الضحية افتح الباب خلي ضحية غيرك اقسم بالله كيف الضحية غيرك تهددنا عند الحين نعم هدد هدد الشيخ نايف يهددك يقول شو نسوي لا انت مالك دخل لا تهدد لا تقول تهديد يا ايش اسمك انت خلاص ما هو بتهديد يا فلاح خلاص خلاص عشانك كبير ما بيقول لك قول اسف لا لا ليش يقول اسف ليش يقول اسف خلاص ما دام انه مو بتهديد خاف وعرف نفسه هاي هاي اوه نعم خفت خلاص دامك خفت يا قسم بالله انك كبير والله كبير عقل يا ابو ثقل خواف تعال بك خواف لن يا اخي خواف تعال يا سوي شيء غلط الفترات النفسيه وجبت لنا العيد بجيك بجيك نجيك شوي قاعدين نخطط على الجريه بعدين نخطط على الجريه بجيك خواف مرحبا بقدم توريك شيء من زمان ما شفته الحمد لله. يا وتغدوا. لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله.
هنا العيال. شو؟ شو تقول؟ العيال. ها؟ ما ادري شو تقول انت. الله الكلمة اللي تستحي منها ها اسمع من استحى معاي ابو ماجد يدورك ابو ماجد يدورني؟ ايه؟ يدور